نعم. أيضا من الأخبار، حمدوك يدعو لمشروع قومي يعالج تحديات البحر الأحمر. قال رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك: لا بد من مشروع قومي يستصحب كل تحديات ولاية البحر الأحمر حتى تعمل الحكومة المركزية على معاليتها، مشيدا بحكمة قيادة الإدارة الأهلية وحنكة حكومة الولاية في تجاوز أحداث مدينة بور السودان الأخيرة. وقال حمدوك خلال ترأسه اجتماع حكومة ولاية البحر الأحمر بحضور والي ولاية البحر الأحمر اللواء ركن حافظ التاج في مدينة بور السودان يوم الخميس، إن هذه الولاية تعد بوابة السودان الرئيسية، مؤكدا ضرورة التعامل مع ولاية البحر الأحمر بشكل استراتيجي. ماذا يجي في بور السودان وما هي الأسباب الحقيقية وراء الأحداث الأخيرة؟ بدءا نثمن زيارة دولة رئيس الوزراء الدكتور عبد الله آدم حمدوك إلى ولاية البحر الأحمر للوقوف على الأحداث الجارية هناك بنفسه. هذه مسألة فيها قدر من الحنكة والحصافة السياسية. الأمر الثاني، ما يجري في السودان في بور السودان أمر خطير لا تقتصر تداعياته على ولاية البحر الأحمر فحسب ولا على ولايات الشرق، بل تمتد هذه التداعيات إلى السودان. نعم. لما أشار إليه دولة رئيس الوزراء من أن ولاية البحر الأحمر هي بوابة رئيسية للسودان، يعني هذه البوابة المائية الرئيسية للسودان ينبغي الحفاظ عليها حفاظا يعني قويا. لكن ما يجري الآن في بور السودان هو احتراب بين المكونات القبلية داخل تلك الولاية، وبدأت آثاره السالبة تتداعى في غير ولاية البحر الأحمر. الآن جملة بيانات صادرة من ولاية كسلة أيضا تؤشر أو مؤشر لاتخاذ الحذر السريع، سواء كان من حكومة الولاية أو من الحكومة الاتحادية. على كل هذا الأمر يعني بدأ احتواءه من قبل أعيان ونظار وعمد ومشايخ قبائل البحر الأحمر، ونسأل الله تعالى أن يعافي تلك الولاية وغيرها من ولايات السودان من مثل هذه الابتلاءات التي تجر ضررا كبيرا ليس على الولاية التي تشهد تلك الاضطرابات، بل على السودان كله. والمأمول أن تسارع الحكومة في بعض المعالجات التي تهدي وتحتوي مثل هذه المشاكل والصراعات القبلية. مقدرين أستاذ إمام محمد إمام الكاتب الصحفي والمحلي السياسي وأستاذ الإعلام بجامعة العلوم الطبية والتكنولوجيا على كل الإضافات، كثر خيرك، شكرا جزيلا. وأنا لكما كذلك من الشاكرين ولمشاهديكما داخل السودان وخارجه. شكرا.